أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم مثل ما بتعرفوا حلقتنا راح تكون عبارة عن جواب لسؤال، نحاول نجاوب على سؤال هو لماذا ترفض شعوبنا الحداثة. على كل حال يعني راح نحاول أنا وأخوي يسري حسن نجاوب على السؤال هذا، شو قصتنا نحن مع الحداثة؟ يعني كل ما واحد حكى كلمة بتلاقي 50 صوت بده يسكتوه، وتهديدات بالقتل وتهديدات بكل أنواع التهديدات النفسية والجسدية وكل شيء، في سبيل إنه شخص لا يتكلم عن الحداثة ونرفض تماما فكرة الحداثة. بالبداية خلينا نرحب بأخونا يسري حبيبنا. يسري أهلا وسهلا فيك يسري. أهلين، مساء الخير جان حبيبي، ومساء الخير على كل اللي بيتابعونا، وسعيد إن أنا يعني أقابلك مرة تانية جان حبيبي. حبيبي يسري، طبعا برنامجك، وانا بصراحة يعني اعشق وجودك معنا، وكتر خيره في صديق هو قال لي كتب لي انه بدنا يسري في حلقة، يعني قلت له اوكي انا منيح ذكرتني يعني. فكرة كويس ان في حد فكرك بيا، يعني لا صدقني يعني ده يسري، دليل على ان انت كنت ناسيني يا جان. لا لا قاعد لا لا اتكلم بقى قدام لا لا، هو ما هي فكرة النسيان، لا صدقني أنت على البال، انا ولكن بهزر انا بهزر أعطاني مثل ما بقولوا إشارة، لأنه شوي أنا دماغي مثل ما بقول مهووسة بأخوتنا المسلمين الحبايب، بتعرف القصص اللي صارت معنا. على كل حال فعلا، والله شيء محزن يعني. للأسف الشديد، يعني للأسف الشديد يعني هن ما بيشوفوا إلا غير تكميم الأفواه الطريق الوحيد في سبيل، ومثل ما يعني هاي لب حديثنا اليوم، يعني يرفضون الحداثة ومن يتكلم في الحداثة، فبيحاولوا إذا ما وصلوا لك جسديا، طبعا إذا وصلوا لك جسديا هم أفضل شغلة عندهم، يعني يعني مثل ما بقولوا الهدف النبيل إنه يكمموك إلى الأبد، ولكن إذا ما بقدروا بكمموا لك كم قناة. على كل حال تفضل يا يسري. طبعا يعني النقطة المهمة في حديثنا، احنا عايزين نتكلم عن المواطن العربي اللي عايش في دولة عربية وعنده مليون سؤال خاصة في الدين، بس ما يقدرش يجهر بسؤال واحد عنده. ولو دخل على الانترنت وحاول ينضم لجروب او هيعرفوه يخاف، وفي ناس كتير مرعوبه، ناس كتير مرعوبه، لان في ناس كتير في السجون بسبب اعلان موقفها من الدين، وناس كتير دخلت السجون وناس يعني تم اضطهادها بغير وجه حق. فعصاة الدين غليظه. السؤال بقى، ليه رجال الدين، وحتى يعني سواء رجال الدين او الحكومه نفسها، بيحاربوا التطور والتغيير والتقدم والعلم، بيحاربوا كل الحاجات دي. يعني انت لو جيت مثلا، انا قلت قبل كده الكلام ده، قلت لو كتبت على جوجل يعني التطور، كلمه التطور او علم التطور، هيطلع لك اول حاجه يقول لك ايه؟ ابطال نظريه التطور، فشل نظريه التطور، التاكد من ان نظريه التطور مجرد كلام لا قيمه له، العلماء الاجانب يؤكدون ان نظريه التطور خطا بنسبه 100%. مش هتلاقي اي حاجه ايجابيه عن كلمه تطور. ده المفهوم الثقافي اللي ماشي عند الناس. يعني لما تكتب كده، كل بلد بتتبنى يعني خط ثقافي معين. الخط الثقافي في بلادنا احنا اي تغيير ممنوع، خاصة في الدين. خد الدين زي ما هو، وما تعرفش الدين ده جاي منين وبيقول ايه وبيقول كله، وخد الكلام كله المتضارب في الدين لازم تطبقه، تطبق الشيء وعكسه، تعمل الحاجة وعكسها. الدين كله تناقض، لازم تبقى انت متناقض، وما تسألش، ما تقولش طب الحاجه دي مش منطقيه امشي بيها ازاي، يعني ازاي اعمل شيء انا مش مقتنع بيه؟ لا، ده بقى ايه؟ انت كده دخلت
الشيطان يعني بيوسوس لك وهتطلع من الدين والمله، وممكن لو عرفوا يكفروك ويودوك في 60 داهيه، ولو في دوله زي السعوديه ممكن يقتلوك، يذبحوك، يقصوك كده في ميدان عام لمجرد انك انت بترفض الخرافه وبترفض الوهم. انت عايز تعيش الواقع. انت لما يعني تبص حواليك عشان تقول طب انا اوكي انا عايز ابقى مؤمن زي الناس دول، انا عايز اؤمن بإله، طب في اي حاجه حواليا بتقول ان في اله؟ يعني هل استطيع ان المس هذا الاله باحساسي في اي حاجه؟ يعني ايه؟ طب الاله ده ما بيقومش وينتفض لاي حدث، لمجاعه، لفيضان، لزلزال؟ ده هو اللي عاملهم، ده هو اللي عامل ان هو اللي بيمشي المطر وبيعمل جفاف في بلد فيموت الانسان والحيوان، يعمل ايرث كويك في حته زلزال تنهار العمارات والبيوت وملايين. طب يعني اقتنع ازاي ان هذا الاله اللي عامل كل ده، كل البلاوي دي، اله رحيم؟ لازم تقتنع ان ده قمه الحكمه ودي قمه الرحمه. رح نرجي لكل هالمسائل هي تعقيبا على كلامك انه الصور لما تحطها على الانترنت بتلاقي لك بيطلع لك 50 ويب سايت عم بيحكي فشل نظريه التطور، ويعني المشكله مو انه ويب سايتات شيوخ مثلا عم يحكوا واحد من عنده عم يكتب كلام حي الله هات ايدك والحقني، لا، المشكله صاير في الاعلام الكبيره. لا مثلا قناة مثل قناة الجزيرة، صدقني أنا شفت وثائقي يعني على أساس وثائقي علمي يقول إنه نظرية التطور أثبتت فشلها. صعقت إنه قناة الجزيرة يطلع الشيخ أو مو شيخ يعني وثائقي يقول لك والله نظرية التطور أثبتت فشلها. بتلاقي تخاريف في قناة العربية بين على 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 مستوى عالي بصراحه، يعني لما بيتكلموا عن الفضاء هم لا يعرفون لا يفقهون شيئا، يتكلمون مثل الارتجال. يعني على كل حال انا بس بدي ارحب باصدقائنا المتواجدين في معنا على اليوتيوب، اهلا وسهلا بكل الاصدقاء المتواجدين معنا، يعني بصراحه الاسماء كثيره. ورحب طبعا باخونا وحبيبنا ابو الحكم ومستر بلاك والاخ عمرو كمان كان معنا، مستر جي هيد، أتمنى مواطن نيماء وكل الأصدقاء المتواجدين، هشام حول يعني ليلى، أظن ليلى، أو أتمنى أكون ليلي جون أظن ليلي جون يكون اسمي، يا ريت تكتبيه بالعربي حتى أقدر أتم. أنا شايف كمان شريفة، أهلا وسهلا، يعني في أسماء كثيرة بصراحة. الياس الداعشي أهلا بالدواعش كلنا. على كل حال يعني حبايبنا الدواعش أهلا بكل الأصدقاء، ونتمنى نقدر نجاوب أصدقائي مع بعض على هالسؤال هذا، ونقدر يعني مثل ما بقولوا نفهم ونفهم أهالينا المسلمين شو قصة، ليش نحن كشعوب عم نرفض الحداثة؟ يعني نحن شو ناقصنا، شو بنقصنا عن الشعب الأوروبي مثلا حتى نكون وضعنا الصحي، وضعنا الاقتصادي، وضعنا السياسي، وضع كل أو وضعنا كشعب حضارة في خلينا نقول سلم الحضارة بمستواهم. فخلينا نبتدي مع أخونا يسري، والسؤال يعني تخلف الشعوب العربية ورفضها للحداثة والرقي والتقدم برأيك لماذا؟ خلينا نبدأ من هالسؤال، السؤال الحلقة خلينا نبدأ فيه، تفضل. الشعوب العربية شعوب مقموعة، ده بداية، يعني شعوب تعيش تحت حكم شمولي، حكم الفرد، حكم ديكتاتوري، كل الشعوب العربية بلا استثناء. من الـ يعني النوع ده من النظم الديكتاتورية ما بيحبش الناس اللي بتفكر، فبيعتبر ان الـ يعني اي حد يفكر هو مش عايز تجديد وعايز يبقى الوضع على ما هو عليه،
احنا معانا الاوقاف وشيخ الازهر والمفتي بيظبطوا لنا اي حاجه، مطوعين الدين على مزاجنا. فخلينا ايه بقى ايه اللي يخلي الناس الجموع دي نايمه؟ احنا عايزين الجموع دي تفضل نايمه، نعمل ايه؟ يبقى نديهم مزيد من الدين، مزيد من التخويف، مزيد روحوا اعبدوا وصلوا وصوموا واعمل قنوات واعمل شيوخ واعمل دعاء يصدعوك اناء الليل واطراف النهار بنعقهم وزعقهم، والجمعة تتكلم في كل مكان والمكبرات الصوت في كل حتة. المواطن يبقى عايش في يعني مستنقع دين، في مش عايش اصلا في الحياة، عايش مستني بس عشان يروح يغور في داهية يموت ويبدأ يحظى بالنعيم في الحياة الاخرى. فالحياة دي سيبها للحكام وسيبها للناس المليونيرات واصحاب القنوات واصحاب السطوه. انما انتوا ايها الجموع الجاهله التي تساق كالانعام، خليكم انتوا في الهكم ودينكم وحياتكم الاخره وسبولنا احنا الحياه دي. فيحصل هنا بقى الاله الاعلاميه تشتغل على ايه بقى؟ لو حد يتكلم عن التطور، حد يتكلم عن الديمقراطية، حد يتكلم عن مش عارف ايه. ويعني الدين نفسه يعني بيساعد على المناخ ده، لان الدين اصلا سلطة ابوية بيقولك لازم تسمع ولازم تطيع، ولو ما طعتش هتتعاقب، لازم تعمل كل حاجة زي ما الاله عاوز. والاله ده له 500 وجهة نظر لازم كلها تمشي عليها. انت شوية ملكي وشوية شافعي وشوية احمد بن حنبل وشوية عبد السلام النابلسي، انت ماشي في كل حاجة. انت لازم تاخد والله بجد جاهد، لازم تسمع كل الناس دي. اسألك يسري، هل الثلاثي القمع خلينا نقول هو الوحيد المسؤول عن تخلف شعوبنا ورفضها للحداثة، ام الشعوب كمان عليها خلينا نقول واجب او يعني مسؤولية تجاه رفضها للحداثة؟ هل معقول يعني نشيل حملنا كله نرميه؟ يعني هاي الاسطوانة اللي تعودنا عليها من اهالينا بصراحة، انه نرمي بلاوينا كلها على غيرنا. فهل من المعقول كلهم ثلاثي القمع هم يتحملون المسؤولية، ولا في جزء من المسؤولية تتحملها الشعوب كمان؟ لا، أنا رأيي مش جزء يتحمله الشعوب، أنا رأيي هو الجزء الأكبر، لأن ما فيش تغيير ممكن يجي لوحده كده. ما فيش حكومة أو حاكم مستبد هيجي يقول النهاردة أنا ههدي للشعب ديمقراطية وحرية وشكرا سلام عليكم أنا ماشي، أو تعالوا حكموني بعد كده على كل البلاوي اللي أنا عملتها. فالفكرة أنه الناس هم العامل الأول والأساسي في أي تغيير. مفيش تغيير بيحصل بدون ثورة شعبية. الناس هي اللي تغير، الحاكم ما بيغيرش. مش هتيجي دولة أجنبية تساعدك أنت يا شعب على أنك تتغير. تغيير لازم يبقى 80% من الناس، 80% من الناس و20% عوامل أخرى، عوامل أخرى في البلد يعني. بس الناس لازم تقوم. إذا ما قامتش الناس وانتزعت حقها انتزاعا، مش هنشوف تغيير. التغيير لا يأتي من فراغ، لا يأتي نتيجة عمل وعمل منظم وثورات ليها من يقودها. يعني ثورة 25 يناير ثورة عظيمة بكل المقاييس. أنا يعني أكن لهذه الثورة الكثير من الاحترام والحب. لكن ثورة بلا قائد، ثورة بلا من. هون طرحت نقطة كتير مهمة يسري. يعني الشعوب كلها بصراحة ثارت وكان بدها الحرية، والحرية أسمى معاني الحياة بصراحة. يعني إذا وصلنا لمرحلة الحرية نحن شعب حر، والحر هو المبدع. بس ليش صار فينا بعكس ما كنا نحلم اصلا، بعكس ما طلعوا فيه الناس كلمه حريه؟ طلع شفنا بلاوي زرقاء. يعني طلع في ناس بتقول نفسهم اللي طلعوا ينادوا بالحريه، طلعوا صاروا
ينادوا بالخلافة، وتعرف أنت الخلافة هي هي الأوبوزيت أو المعارض الأساسي للحرية يعني، أو العدو الأساسي للحرية الواقف في الصف الآخر. الحرية في عالمنا، في عالمنا العربي، آسف جدا، الحرية في عالمنا العربي مختلفة. يعني في الناس، بما ان العالم العربي يعني كله او غالبيته، الغالبية العامة من العالم العربي كلهم مسلمين، ففيهم قطاع كبير جدا من الناس دول مقتنع ان الاسلام هو النموذج الافضل للحكم. هو هم معتقدين كده، وفي نفس الوقت معتقدين برضو ان مفيش اي دولة بتطبق الاسلام في الدول العربية، لان انا اعتذر، التليفون بيرن، انا اسف، انا ممكن افصله كمان. يا ريت واتمنى من اصدقائنا اللي يتصلوا فينا على الفيسبوك يقدروا انه نحن في حلقة ما بنقدر نجاوب، فاتمنى يخففوا من العادة هي يعني. لا انا قفلت التليفون خالص، لان اكتر من شخص كلمني ومش هينفع، لازم اقفل التليفون عشان اعرف اركز فانا بقول ايه. احنا كنا بنتكلم في مفهوم الحرية بالنسبة للمواطن العربي، قلنا ان في قطاع كبير جدا من المسلمين مقتنع تماما ان الحرية والديمقراطية والدولة الكاملة هي في النموذج الإسلامي، في نموذج الخلافة، في نموذج أبو بكر وعمر وعثمان. فنحن إحنا لو أقمنا هذه الدولة سوف تكون هي السعادة يعني بعينها ورأسها. تمام؟ الناس الغالبية العظمى من الشعوب العربية مقتنعة بهذا، ولذلك هي في قرارة نفسها لو في أي حكومة، يعني لو قلنا في حكومة علمانية أو في حد فئة من الناس عايزة تعمل حكومة علمانية حديثة زي أوروبا وأمريكا وكندا والدول المتقدمة وترسي قواعد الديمقراطية بجد، وفي حكومة تانية بتقول لهم أنا هعمل لكم شرع الله، لا، الغالبية هيروح عند شرع الله، رغم أنه غالبيتهم ما يعرفوش يعني إيه شرع الله، ولا يعرفوا حاجة عن الله نفسه، ما يعرفوش حاجة، هو شرع الله وخلاص يعني. برأيك يسري، إذا شعوبنا هلا فهمت شرع الله كما نفهمه نحن، هل سيبقون يطالبون بشرع الله؟ القضية طبعا أكيد لو فهموه زي ما احنا فاهمينه مش هيطالبوا طبعا، بل بالعكس هياخدوا الله وشرعه يرمون في البحر إذا فهموا زي ما احنا فاهمين. بس المشكلة عشان انت توصلهم للمستوى ده من الفهم، دي عايزة بقى ايه، معجزة يعني. يعني تخيل انت مثلا نزلت بلد زي سوريا ولا مصر ولا اي دولة عربية، ورحت الواحد بيصلي 5 أوقات في الجامع ودقنه قد كده، ازاي تحول الشخص ده الى انه يبقى جان او يبقى يسري؟ دي بقى كأنك انت ايه بتعمل يعني ايه من يعني كده، وصلت مثلا من عملت جهاز يوصلك او 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 او, أو يعني ركوبه طائره توصلك من الارض للقمر في اقل من ثانيه، شيء مستحيل يحصل. لازم انا، ولذلك انا اقول ايه، احنا كلامنا دايما احنا بنتكلموا يا جان، وموضوعات اللي احنا بنكتبها وبنطرحها دي مش بنخص بيها الناس المنبطحة للدين، مستسلمة للإيمان الأعمى، اللي ما عندهاش فرصة ولا 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 أي قدر من استعداد إنها تسمع أو تفهم. إحنا بنوجه كلامنا للناس اللي عندها أسئلة وحابة تسمع، اللي عندها أسئلة وحابة تتنور. لازم يكون عندك أنت الرغبة الأولى في المعرفة، وبعد كده تبدأ زي ما يكون واحد بالظبط صوته حلو وعنده الموهبة بس ما بيعرفش يغني، عايز حد ازاي يعلمه يغني، لان الغنى ده يعني تدريب وحرفية. الغنى غير الموهبة غير الحضور غير
لكن الشخص اللي عنده دماغه وبيقعد بيقول هو يعني معقول يبقى فيه إله رحيم وتبقى فيه أمراض؟ طب والإله الرحيم ده ما يشيلش الأمراض ليه؟ ما هو قادر على كل حاجة، ما يشيل ويقول إيه كرة أرضية خالية من الأمراض، مش عايز معها أمراض، مش حاجة اسمها الإنسان يعي، الإنسان يعيش كده ويجي عليه وقت يموت وخلاص. يعني موازين الكون مش هتختل إذا الإله قرر كده يعني، لكن بالشخص ده إن هو يوصل للتفكير ده، يعني يبدأ يعي الأمور، يبدأ يفكر، يبدأ يقول طب يعني هل يستقيم هذا الأمر؟ هل يستقيم أن الإله لما يحب يبعث رسالة للناس يستخدم نفس الأسلوب في كل الرسائل، مع العلم أن الناس يعني الرسالة الأولى والثانية حرفوا الكلام وموتوا الأنبياء وبهدلوا الدنيا بحسب كلام في القرآن؟ طب الرسالة الثالثة المفروض أنا بقى إيه كإله بقى مفتح وفاهم، أقول لا أنا هغير بقى الطريقة الثالثة دي، مش هخليها كده، مش هبعت بقى رسالة مع واحد من الناس وبتاع، أنا أعمل حاجة جديدة. إنما الإله إله مش مبتكر، إله قاعد بيكرر نفسه دائما، لأن الحقبة التاريخية الزمنية كانت بتتكلم عن نوعية دي من الآلهة. إله يقدر يعمل كل حاجة وما بيعملش أي حاجة خالص، يعني هو إله منتهي صلاحيته بصراحة، هو إله خرج من عقول القرون الوسطى وانتهت صلاحيته العقلية اللي موجودة في القرون الوسطى لا تتماشى مع العصر. بس يسري يعني انت قلت انه الشخص، نحن بدنا الشخص اللي فيه هل خلينا نقول الملكة من التفكير، انه يقدر يسأل اسئلة. بصراحة انا رأيي انه نحن مننا بهذا الشخص هذا اللي عنده ملكة التفكير وملكة انه يسأل اسئلة، نحن بالاشخاص اللي غير قادرين انه يفكروا، يعني هم خائفين من التفكير اصلا، لا يقتربون منطقة التفكير. هي الشريحة اللي بدنا اياها تفكر، يعني الشريحة اللي مثل ما تفضلت حضرتك موهوبة، على مثلا مثل أخونا أحمد حرقان، ولا في الأخ أسامة، أنا إن شاء أتمنى يكون إن شاء الله على أساس كنت أقول أتمنى يكون متابعنا، يعني هم من السلفيين، الأخ أحمد كمان في من السلفيين اللي كانوا يعني وصلوا لمرحلة الدواعشية أو الطلبانية وتبر يعني الأسامي هاي، عندنا ملكة التفكير ففكروا جماعة وخلص تركوا. بس نحن بدنا الشريحة اللي ما عم تفكر، اللي خايفة من التفكير، هي الشريحة الأكبر اللي نحن بدنا نمد إيدنا ونطالعهم من هالمستنقع هذا، المستنقع الإرهابي المنحط المتخلف، بدنا نطالعهم من القرون الوسطى، كيف نصل لهالناس هاي؟ الحقيقة عفوا ولا يهمك خد راحتك وانا راح لا 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 انا بس الكلبه بتاعتي كانت بتزق الباب اتفضل حاجه الفطار التغيير والتجديد والحصول على المعلومه بدا بعصر الانترنت. الانترنت عمل يعني ثورة في عالم تناقل المعلومة والحصول على المعلومة بشكل يعني لا يصدق. احنا في مصر يعني لو رجعت للزمن، انا كنت عايش في مصر، لو رجعت مثلا 30 سنة لورا ولا يمكن ابدا تسمع حتى عن اسم حد ملحد، يعني لو تسمع حد ملحد دي تقول ملحد يعني في ناس ما يعرفوش حتى ملحد ده يعني ايه، يقول لك ملحد ده يعني شيطان مثلا، فهم متهيألهم كده من كتر كلمة الحاد اللي بتتردد في القرآن. احنا طبعا بنستخدم كلمة ملحد دي جزافا كده وإمعانا في يعني نكاية في اللي بيطلق على المختلف انه ملحد، ان انا عندما انكر عليك تفكيرك واقول ان تفكيرك ده غير صحيح ابقى انا ملحد.
انا الحت عن الحق وعن الطريق الصواب، بس مش دي قضيتنا. قضيتنا انا متاكد يا جان انه في، انا قلت لك من شويه احنا ما بنعولش على الشخص اللي المنبطح اللي مستسلم تماما لكل مزاعم الدين الواهيه. انا احنا بنعول على الاشخاص اللي عندهم اسئله. تعرف ان حتى يعني الالحاد ده او التنوير او المعرفه دي عدوى. يعني النهارده انت يعني انا مثلا الحد، انا في ناس الحدت عن طريق الحادي، مفيش داعي هم مين، يعني هم ما كانوش بيفكروا، لكن لما شافوني وانا يعني قدوه ليهم وشافوا تصرفاتي وبداوا يسالوني انت ليه بقيت ملحد، اقول لهم انا بقيت ملحد علشان كذا وكذا وكذا، لانه لا يستقيم هذا الامر، لان ده ما ينفعش، ضد الفطره السليمه، ضد الانسانيه، ضد. وقعدت افند لهم كل مزاعم الاسلام ومزاعم المسيحيه واليهوديه ومزاعم حتى فكره الاله نفسه. يعني الفكره جت منين وبدات ازاي وقد ايه الفكره دي ضعيفه جدا، فكره الاله الخلاق الرحيم العادل، خاصه الاله يعني الذي صوره محمد في قرانه. الاله ده اله متناقض ومريض وديكتاتور الى ابعد مدى. فيعني مستحيل انا يعني اصدق بهذا الكلام. ولذلك انا قرات في المسيحيه وقرات في اليهوديه، وفي النهايه يعني القيت بكل هذه الاديان في سله الـ يعني الخرافه. انا لا اصدق بهذه الاشياء تماما. يعني انا في شخص سالني مره يا جان، قال لي طب انت ايه اللي انت عاوزه عشان ترجع تؤمن بالاله؟ قلت له انا ممكن اؤمن بالاله اذا الاله ده تواصل معايا واقنعني ان كل الاحداث اللي حصلت في الكون وفي التاريخ من بدايه ظهور الانسان على كوكب الارض لحد الان كلها احداث في منتهى الحكمه، في منتهى الخير، وان الزلازل هي منتهى الخير، وان البراكين والامراض والتشوهات للجنين وللاطفال والمواليد والأوبئة وكل الحاجات دي خير. إذا أقنعني هذا الإله أن كل هذا الشر هو خير، أنا مستعد أؤمن بالإله. طيب يسري، خلينا نطرح سؤال على أخوتنا المسلمين. الأستاذ كفاح طرحه، عم بيقول يا أيها الأحرار اسألوا المتدينين هذا السؤال: ما فائدة الله في الحياة؟ يعني شو رأيك بهالسؤال هذا يسري؟ ما فائدة الله في الحياة؟ جان سامعني؟ سامعك تفضل. يعني نحن بس انه شو فائدته الله بالحياة؟ يعني اذا اليوم الله موجود، طلع عنا نحن، انا هذا هو موجود، انا هون، والحياة رح تمشي كما هي، شو فائدته؟ شو الله يعني انا اليوم اذا امنت بالله وانت امنت بالله، شو راح تستفيد؟ شو الفائده اللي راح تاخذها من وجود الله؟ يعني هو الله اصلا هي عباره عن فكره، مظبوط؟ يعني الله مجرد فكره، انا بطرح فكره، انا بقول ان هناك اله لهذا الكون، وان الاله ده قال وعمل وبتاع، مش دعوه عمل ايه وقال ايه، يعني في المضمون ان انا بقول ان هناك اله لهذا الكون. لو انا جبت شخص لا يؤمن وقلت له في اله لهذا الكون، طب بيقول ايه؟ بيقول لك اعمل كذا وكذا 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 وكذا، اقعد ابص فيهم انا كانسان بقى، يعني ماليش بالفطره كده، انسان ما عنديش ديانات، هقول لا ده مش لطيف وده ما ينفعش وده في ظلم وده في، يعني هقعد انقي هذا طلبات الاله واقول لا، لأن الإله ده عمل أشياء ضد عكس الفطرة السليمة الإنسانية أنا أرفضه. فأنا أرى أن رفض الإله أفضل كتير من الإيمان به، لأن أنا إذا أمنت بإله يبقى هآمن من خلال دين، وبالتالي هتبع تعاليم هذا الدين وهبدأ أكره وأحب في هذا الإله اللي الإله عاوزه هعمله. لا أنا ما أنا مش عايز كده، أنا أصلاً أنت بتقدم لي مجرد فكرة،
طيب اوكي، لو انت عايز تقنعني بيها بقى ومستعد اقبل بكل حاجه هيقولها الاله، اذا الاله ده قال لي انا عايزك تجيب سكينه كده وتمشي في الشارع اللي تشوفه تديله واحده، هعمل كده، بس بشرط اذا جعلتني اتيقن من وجود هذا الاله، وجعلتني اتيقن ان هو الاله، يعني لازم اتيقن ان هو فعلا الخالق ثم اتيقن من وجوده. اذا اقنعتني بكده يمكن احنا خلقنا يعني اله عنده ترلل في دماغه، خلاص يبقى لازم نسمع للاله ده. طبعا اشكرك اخو يسري. طبعا انا احيي استاذنا كفاح، واستاذنا كفاح هو يظهر بحب اللحمه كتير قوي يعني. لا لا انا لا اقول شيء خارج استاذ كفاح، انا بس حبيت امزح معك يعني، ليس اكثر ولا اقل. انا اعرف حبك للحمه والشحمه وكل محتويات الهبره يعني. على كل حال، على كل حال خلينا نروح على نقطه ثانيه. برايك يسري، تاثير كثره الطوائف الموجوده في 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 اغلب الديانات بصراحه، بس نحن نركز، خلينا نركز على موضوع الاسلام لانه شعوبنا الاغلبيه الساحقه منها تؤمن بالاسلام، والاسلام يعني بتعرف الطوائف الفيه كثيره كثير. فبرايك شو تاثير كثره الطوائف، كثره المذاهب على شخصيه المسلمه في عدم تقبل الحداثه؟ الدين الاسلامي في نصوصه دايما يقول لك، يجي يخاطب يقول لك يا ايها المؤمنون. اذا هناك مؤمنون وهناك غير مؤمنون، كويس. اول دي تفرقه، يعني دي ناس اسمهم مؤمنون وهناك يعني اخرين او اخرون غير مؤمنون. المؤمنون دول ما سكتوش، ازاي احنا نبقى مؤمنون بس، احنا لازم كمان نبقى انواع واشكال، لان هي العملية بدون رابط ولا ضابط، دين مش محدد، انطلق فيه زي ما انت عايز. القرآن حمله اوجه زي ما قال سيدنا علي او سيدهم علي، نقول سيدنا يعني ماشي مش اشكال. الاحاديث حدث ولا حرج، السيره تاخد منها، اعمل زي ما انت عايز، انت عندك يعني طبخه تستطيع منها تعمل منها اصناف، انت في مطبخ في كل حاجه، اعمل احاديث بالبشاميل واعمل اعمل زي ما انت عايز، خد اي حاجه، ما هو كله متضارب، ما هو ما ننسخ من ايه او 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 ننسيها ناتي بمثلها او بخير منها، يعني انت خد الايه دي وقول دي منسوخه، اعمل انت عايزه يعني. فظهرت بقى ايه الحنابلة والاشاعره وظهروا بقى المعتزله، الناس اللي مش مؤمنين بالكلام ده اصلا، وظهر من قديم الازل ظهرت الجماعات المختلفة، لأن دي طبيعة الإنسان، بيختلفوا بس يختلفوا ويقتتلوا ويقتلوا بعض، لأن دي أولا دي كانت طبيعة الأجواء زمان في جزيرة العرب، لكن لما حاليا لما يقتتلوا السنة والشيعة ويقتلوا بعض لمجرد أن أنت سني وأنت شيعي، دي بقى دلالة قاطعة على أن الأمة دي ما زالت تعيش في جزيرة العرب من 1450 سنة، ما تحركتش خالص، يد الحداثة اللي احنا بنتكلم عنها لم تصب هؤلاء الناس خالص، ما وصلتهمش الحداثة، ما يعرفوش ان في الاتحاد قوة، ما يعرفوش ان فصل الدين عن الدولة، ما يعرفوش ان الافكار الدينية دي مجرد افكار لا دليل عليها اصلا، ولا يجب ان تتعامل مع الدين على ان له أدلة مادية. الدين يعني ما حدش شاف محمد وهو بيوحى اليه، ما حدش شاف جبريل، ما حدش شاف حد، ما فيش حد شاف حاجه خالص، يعني الموضوع مجرد كلام انتقل الينا من مئات السنين ولا الاف السنين، يعني شيء قديم جدا، وما كانش فيه حتى حاجه تحفظ بيها الماده او النص ده، دخل عليه التعديل والتغيير يعني اشياء كلها
أنت في موسوعة كلام، مجرد كلام. فيعني تعول على الكلام، إزاي تاخد بهذا الكلام. المسألة يا جان مسألة في يعني في منتهى الصعوبة. أنا يعني عايز أرجع برضو لنقطة الشخص اللي أنت بتقول أنا عايز أعلمه يفكر، أنا عايز أطلعه من عايز أطلعه من دائرة الوهم اللي هو فده فعلا أنا يعني أنا معاك إن ده يعتبر هدف مهم جدا، إنك أنت توعي الناس خوفها من العقاب وخوفها من الإله وخوفها من النار الغير منطقية تماما وغير إنسانية تماما. أنت لو سألت يعني أنا عايز أقول بس حاجة بعد إذنك يا جان، لو سألت أي مسلم قلت له بفطرتك السليمة بعيدا عن الأديان هل تقبل إن لما جارك أو قريبك يسرق تتقطع إيده؟ أنا متأكد إن الإجابة هتكون لأ. إذا 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 في لحظة صفا كده وفي لحظة حقيقة واعتراف بالحق هقولك لأ أنا مش مقتنع إن تقطع إيده، يعني إزاي تقطع إيده؟ إيه العقاب ده؟ يعني أنا قلت برضو قبل كده إن العقاب ده يعني عقاب غير رادع، غير محترم، غير آدمي، غير إنساني. لا يمكن يكون هذا العقاب هو نتاج عقل إله رحيم. لا يمكن، مستحيل. العقاب ده في القرآن بيهدم القرآن كله، فكرة الإله. لا يمكن أبدا قطع يد السارق. أكيد هو عقاب همجي. على كل حال أنا في من أتمنى يكون على الخط قبل طبعا معنا. طيب جانو، بس قبل ما ناخذ اتصال جانو يسري، في لك سلام من اخونا احمد حرقان حبيت اوصل لك اياه. على كل حال خلينا ناخذ اتصال جانو. جانو حبيبنا، تفضل جانو. تحياتي حبيبي جان لك ولحبيبنا واخونا العزيز يسري، طبعا مشتاقين. شكرا لك جان حبيبي، مساء الخير جانو حبيب قلبي. يسري تحياتي لك وكله. طبعا بالنسبة لموضوع اليوم الحداثة والإسلام، أنا بشوف أنه الإسلام مثل يعني لباس. أنت كنت لما كنت طفل كان عندك تي شيرت أو قميص كتير حلو، بس لما كبرت بدك تلبس هذا اللباس بس ما بتقدر. فكرة الإسلامية بالضبط هيك، يعني كل دول العالم في موديلات، في الألبسة، في كل الأشياء. كل 10 سنين أو 5 سنين بيغير ملابس، نوعية ملابسهم، حتى نوعية فكرهم. أنا قصدي الفكر الأهم شيء، الفكر. بس أنا بجيب كمثال كلباس، لأن كلنا شايفين الجزيرة العربية منذ نشأتي لحد الآن عنده نفس الألبسة وما تغير، يعني نفسه ما تغير. لكن كل دول العالم تضبط إنه الفكرة الجزيرة العربية نفس هذا الفكرة. أنت عندما تكون عندك بيت أهل للسقوط، يعني أنت ما بتقدر تروح تصبخها تقول أنا سويت ترميم، حتى إذا بترممها كمان راح تسقط. فالإسلام نفس هذا البيت هي فقط عبارة عن توقيت السقوط. فأحسن أنه تخرج من هذا البيت بدل ما أنه يقع على رأسك. قصدي أنه بلاش أنه تقتلون بالناس، يعني هي فكرة إرهابية، كفوا عنها، يعني كفوا عنها. الإسلام أنا بشوف هيك. ما بدي أخذ من وقتكم، تحياتي لكم وتحية خاصة لأخونا. أشكرك جزيل الشكر. أشكرك جانو جزيل الشكر حبيبي. طيب
يسري، إذا في عندك أي تعقيب على مداخلة أخونا جانو. الحقيقة يعني هي إضافة جديدة في أعتقد أنا فاتح لحظة بس من فضلك أنت عندك سامح فيها كده؟ إذا في عندك اليوتيوب شغال سكره على هو خالص؟ أنا قافل بس الصوت على هو بس الصوت أقفله. أنا قافل الصوت. الـ 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 الحقيقة جانو طبعا خليني أسلم عليه بس في البداية. جانو مساء الخير حبيبي جانو، أتمنى يعني نلتقي ونتكلم قريب. طبعا جانو أنت أضفت إضافة أنه يعني زي الباب الخليجي أو السعودي أو الـ 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 العربي ده برضو ده مظهر من مظاهر اللي بتؤكد أن الأمة دي صعب أنها تتغير. الأمة يعني للأسف مصر كانت شوية بعيدة عن الجزء ده، بس يعني بدأت برضو تتأثر تأثر كبير في من حيث الجمود، جمود الـ يعني كراهية التغيير وتحريم التغيير والخوف من التغيير. وساعد على كده بقى يعني الدين وسلطة الدين وسلطة الحاكم وتحالف الدين مع الـ مع الـ مع السلطة في إبقاء الأشياء كما يعني كما هي بدون أي تغيير، ويعتبروا إنه يعني حتى الزي حتى ده بان في الزي بتاعهم هي نفس الجلباب اللي من 500 سنة ونفس الجلباب اتغير بقى شكل الجزء اللي فوق الزراير إن هو نفس الشكل بدون تغيير. ولذلك تمسك العالم الإسلامي بإسلامه وخاصة العرب بإسلامهم برغم مرور السنين دي وبرغم ان هم عارفين ومتأكدين ان الإسلام ده لن يقيم دولة عادلة ابدا، والتاريخ يشهد ان مفيش دولة واولهم يعني اخرهم السعودية، مش دولة الإسلام السعودية دي هل فيها اي عدالة او فيها اي مساواة او فيها اي ديمقراطية خالص نهائي، يعني بلد يرتع فيها الظلم كالحصان اللي ماشي في السبق بالظبط كده، دولة الظلم. الدول العربية كلها دول ظالمة في كل تاريخها، يمكن كانوا الفراعنة عندهم ديمقراطية معرفش، أنا ما مش ضليعة قوي، بس أنا أعرف إن كان عندهم حضارة ودولة وعلم مهول. الـ يعني النوع ده من البشر، هؤلاء الشعوب المنبطحة للحاكم الظالم والمنبطحة لأحكام الدين الجائرة بدون أي نقاش، بتخاف تتكلم وبتخاف تناقش وبتخاف من التغيير، ودائما يعني الشعوب دي لديها مشكلة إن هي عندها يعني عدم مواكبة للي بيحصل. شعوب دي فعلا لما بنقول بأن هذه الشعوب شعوب متخلفة احنا ما بنقولش لفظ عفوي ولا بنحاول نشتمها ولا بنحاول، لا دي كلمة تخلف، دي كلمة توصيف صحيح لحال الشعوب العربية. شعوب تعيش في الخلف، تعيش في الأزمنة الساحقة، ما فيش تطور. لما تروح عندهم تحس ان انت رجعت بالزمن كده 500 سنة 1000 سنة، ناس عايشة في الماضي، ناس عايشة في هنا ناس متدينة في أوروبا وعايشين، بس هما فيما يخص الدين لكن مش محرمين كل حاجة ولا مشيطنين كل حاجة. احنا عندنا في العالم العربي لو توغلت في الدين هتبطل تتنفس، هيقول لك ايه قد قال فلان الفلاني وعن علان الفلاني امنع النفس، الله اكبر امنع النفس ويموتوا كلهم. طيب يسري اشكرك. يسري في معنى اتصال من الجندي المجهول، شخص مجهول حابب كلمة. يسري تفضل ايها المجهول. معي رسالة خلاص للزنديق يسري حسن، هل تسمعني يا يسري؟
أسمعك جيدا وأرحب بك وأحبك أيها الرجل. يسري يسري المجهول قال لك أسلم تسلم. الله أكبر. تفضل أيها المجهول تفضل. يسري حسن أسلم تسلم. حبيبي I'm just going to say I love you man I love you and thank you for that. I love you too my man. I love you so much سيد حبيبي. هلا انت اتصلت بس مشان تقول له I love you. شو عفيت حين نحن دراما هون قصص عشاق يعني. قصة حب. يس قصة حب. I love you يسري مان. بنتبادل الحب يا سيد عبر برنامج جان. طيب على كل حال راح نحول البرنامج هذا ل نسميه رومانسيات العشاق يعني. لا جان ممكن نسميه القهر بالحب. القهر بالحب ايوه تمام هذا افضل بصراحة افضل يعني مثل ما بقولوا افضل اسم للبرنامج القهر بالحب. على كل حال نحن يعني دائما نجهر بحبنا ونجهر بمثل ما بقولوا بافكارنا وهو جهر بالافكار وأفكارنا يعني متضمنة الحب أكيد يعني. طيب أنا بصراحة يسري يعني في ظاهرة بتلاقيها بين الرجال والنساء اليوم يعني الرجال دخلوا نوعا ما بالحداثة حتى ولو قلنا الشكلية يعني بتلاقي عمنا الرجال المسلمين الموجودين في الشرق الأوسط حتى في غير الشرق الأوسط يلبسون الألبسة الغربية ويحرموا هالألبسة الغربية على النساء. يعني كيف ممكن أنت يعني تحلل الظاهرة هاي إنه الرجال أو النوع الذكري خلينا نقول دخل في الحداثة ولو كانت شكلية ولكن النساء حتى في شكلهم يجب أن يبقوا في العصور الوسطى. ما هي دي السلطة الذكورية اللي منحها الدين والقبيلة والمجتمع للرجل. الرجل مثل حظ الأنثيين، الرجل قوام على الست، الرجل يضرب الست إذا لم تطيعه ويهجرها في السرير. مع العلم يعني هذا كلام غير حقيقي تماما وغير منطقي لأن التي تهجر هي المرأة. ما شفناش واحد بيهجر بيعاقب مراته إنه بيهجرها في السرير، إنما احنا شفنا إن المرأة لما تحب تعاقب الراجل تهجره في السرير. فكلام لا هو اللي شفنا نحن كملحدين يعني أنا ما عندناش غير واحدة بس المشكلة عند المسلمين على مبدأ المسلمين اللي عنده أربعة فممكن يهجر واحدة ويعطي الدور للتانية يعني فيأخذ دور من دور مثل ما فعل محمد يعني أظن كان بدور شو كان اسمه السوداء عطاها لعائشة سويداء سوداء المهم نوع من السواد يعني كان يعني ممكن على كلامك يبقى خلاص يبقى القرآن ده معمول للجماعة دول اللي كانوا عندهم قدرة يتجوزوا أربعة إنما الشباب دلوقتي اللي مش لاقي ياكل ده اللي مش لاقي واحدة يبقى القرآن ده مش معمول له معمول للجماعة بتوع جزيرة العرب في القرن السابع الميلادي وبينتهي عندهم لأن الدنيا اتغيرت الدنيا اختلفت وتغيرت وبالتحديد حتى يسري تحديد معمول للأغنياء يعني حتى كان فقراء القرون الماضية ما كانوا يقدروا يتجوزوا مثلا واحدة واثنتين وثلاثة يعني هو يعني إذن أحكام نخبوية بقى يعني أنت بتصدر أحكام يعني ينفع يعملها بعض الناس إنما غالبية الناس ما يقدرش يعني أنت لما تقول للرجل مثنى وثلاث ورباع أنت بتخص هنا القادرين على إنه هو يبقى عنده مثنى وثلاث ورباع وبتدي برضو فرصة للناس اللي ما عندوش أي يعني
يتجوز هباء كده واعتباطا وخلاص ويعرف يأكل يعرف يعول ما يعرفش ما تفرقش معاه. يعني شيء مش يعني انا يعني ارى ان تقنين الجواز من قبل السلطة الدينية ده شيء يعني دي ده حاجة دون الزواج ده او العلاقة بين الرجل والست دي مسألة خاصة بالارض بالواقع لان الواقع متغير. العلاقة بين الرجل والست اختلفت وتغيرت. النهاردة بنشوف في شعوب كتير جدا اكثر من المسلمين بكتير علاقة راجل بست اختلفت، بيعرفوا بعض وبيصاحبوا بعض وبيخلفوا بيتجوزوا بعد 20 سنة و 30 سنة، في ناس ما بتتجوزش اصلا. ويعني الجواز ده ما بقاش حاجة عشان نرضي بيها الاله، الجواز بقى كأنه يعني قرروا ان هم ايه يعني طبعا انتوا الناس فاهمة يعني انا اقصد ايه ان هو حاجة كده ايه احتفال تعبيري شيء كده لطيف هدية بيقدمها الزوجين لبعض ورود جميلة هو الجواز كده بقى يعني إضافة لعلاقتهم أو مزيد من الربط لعلاقتهم. إنما لا الإله راضي ولا المجتمع رافض ولا حد بيتكلم في أي حاجة. ففكرة الجواز فكرة ابنة بيئتها ابنه في جواز في كل حته بس مش زي يعني احنا عندنا لو في واحد يعرف واحده ده هيقام عليه الحد وممكن يتجلد ويموت او يترجم ويموت او يعني او على الاقل يقبضوا عليه مباحث الاداب ويعملوا له قضيه ولو هو شخص معروف اتفضح واتفضح اهل. يعني عندنا مصيبه سودة في بلادنا سواء على المستوى يعني الدنيوي الحكومي او على مستوى الدوله او على مستوى الدين والاخلاق ولو في سلطه دينيه زي السعوديه ممكن يقصوهم برضو في ميدان عام عادي مفيش مشاكل. يعني المفاهيم دي لازم تتغير بقى، مفاهيم الزواج وان الزواج يجب ان يكون تحت غطاء شرعي لا احنا عايزين نتحرر بقى. يعني بدايه التحرر الحقيقي من حاجه زي كده. انا ما بقولش برضو دي مش دعوه عشان ما يجيش واحد يقول يسري بيقول دعوه بقى للعلاقات وبتاع واي واحد يعرف واحده، لا انا ما بقولش كده. انا بقول الجواز الرسمي، طب ما انا مش معترض على الجواز الرسمي في انجلترا مثلا او في امريكا، بقول حاجه لطيفه بس مش لازم يكون هو الاساس. يعني مش لازم يكون يعني لو الناس دي مش متجوزه يبقى لازم اقتلهم وادمرهم واحبسهم واسجنهم والكلام ده. خلوا الناس تعمل اللي هي عايزاه لان هي هتعمل اللي هي عاوزاه. زي انا برضو معترض على حاجه بتعملها الحكومه الانجليزيه، الناس كلها بتتعاطى مخدرات، يعني مش الناس كلها طبعا يعني قطاع كبير من الناس. انزل هولندا الاقي الناس قاعده على القهاوي بيلف وبيشرب ما عندوش اي مشاكل، بس الحكومه الهولنديه بتحصل مليارات من هذه التجاره. انجلترا عندها التجارة دي وموجودة، وأنا عايش في إنجلترا وأعلم جيدا كم عدد الدراج ديلرز اللي بس حواليا هنا في الفيليج اللي أنا عايش فيها، يعني أعدادهم مهولة. فما بالك بقى بكل إنجلترا وبكل مكان ولندن وكل بلد، يعني كل إنجلترا هتلاقي أعداد مليارات من الدولارات أو من الجنيهات الإسترليني بتضيع على الدولة جراء إن الدولة رافضة تعمل حاجة هي شايفه انها غلط وخلاص. اي ما هي غلط وخلاص بس موجوده. طب ما انا استفيد من موجود انا استفيد منه. اقننه واعمله ليجل قانوني وانا استفيد منه، ما هو موجود انا مش قادر اغيره. العلاقات بين الرجل والمراه موجوده من قديم الازل. انا بصراحه يعني هو التشبيه يعني تشبيه ممكن يكون غير عادل ولكن عادل في نفس الوقت. يعني العلاقة بين الرجل والمرأة هو ليس مضر وليس يعني نهائيا، بالعكس هي الطبيعة. نحن إذا رفضنا العلاقة بين الرجل والمرأة تحدينا الطبيعة، يعني هي طبيعتنا وكل حياتنا أصلا مبنية على الأساس إنه نحن نتكاثر. يعني جيناتنا هي أصلا
يعني للتكاثر، يعني هي بس بدها تتكاثر، ما بيهمها مين انت وشو عم تساوي وشو ما عم تساوي، المهم تتكاثر. وكل حياتنا يعني مبنيه على هالاساس. يعني انا اليوم لما البس احب لبس الجديد، فهذا لانه يعني كجيناتي عم تطلب مني انه فرجي حالك للنساء حتى انك قادر، انك مبهر للنساء، وكلها فكرة التكاثر هاي. على كل حال، برأيك يسري انه الحداثة هل ستفرض نفسها؟ يعني بمعنى انه بنشوف هلا عبر التكنولوجيا، خلينا نقول بنشوف هلا كل الشعوب الإسلامية تستعمل الانترنت، تستعمل فيسبوك، تستعمل اليوتيوب، مضطرة يعني شاءت أم أبت رح تتصادم مع هالأفكار. يعني اللي حتى الشيخ اللي بالزاوية اللي موسم عام بعمره بمسألة الليبرالية والحداثة والملحدين صار عندهم فكرة، يعني أقل شيء يعني فكرة أنه من هم الملحدين. فبرأيك الحداثة ما رح تفرض نفسها على هالشعوب هاي، والشعوب التالي تتقبل هالحداثة هاي إن شاءت أم أبت؟ احتمال ما نقول احتمال الجيل 30 40 50 سنه هذول ما يتقبلوه، ولكن الجيل الطالع على العمره 15 16 20 سنه يعني راح يتقبله، يعني مو بالغصب ولكن الحداثه تفرض نفسها. شو رايك؟ الحقيقه جن طبعا ما فيش كلام، يعني انا هبدا بس باخر جمله انت قلتها، الحداثه هتفرض نفسها، ده بلا شك، لان هي الواقع ان هي فرض نفسها فعلا حاليا. النهارده كنت بقول لك عن عدد اللادينيين والملحدين اللي بداوا يعلنوا عن نفسهم. شوف انت برنامج الجهر بالالحاد والبرامج المختلفه، شوف بدات باعداد قد ايه ووصلت لاعداد قد ايه. انت لو عملت يعني احصاء طبيعي جدا وعادل جدا وبدون اي تجاوز او مبالغه، انا ارى ان لو قلنا ان عدد الملحدين جدلا يعني كان 100 شخص من 5 سنين، انا متاكد ان هم دلوقتي مثلا مش اقل من 5000 بالظبط كده، من 100 ل 5000 او يمكن من 100 ل 10000. فشوف كانوا كام في من 5 سنين ودلوقتي. ليه بقى؟ لان هي الفكره كلها، انت لما تتجرد من الخوف اللي احنا اتكلمنا عنه انا وانت في التليفون يا جان، الخوف بيحجب الرؤية. انت لما تبقى خايف تقدرش تشوف حاجة على طبيعتها ابدا، وتبقى انت لان انت اصلا يعني نظرتك للحاجة دي نظرة مرتعشة، نظرة مرتعدة، نظرة فيها خوف. انت بتبص عارف زي ما يكون واحد مثلا ايه شاف مثلا معدي في الشارع كده وعربيه خبطت واحد، فالراجل يعني وقع على الطريق العام كده، فانت خايف تبص عشان تشوف منظر الضربه والدم، والمنظر ده بالنسبه لك بشع مش قادر تتحمله. كذلك نظره المؤمن قوي انه يفتش في دينه، دي مش سهله. انا ما بلومش على حد، انا بعذر الناس لان انا مريت بالمرحله دي، مرحله ان انت تبقى خايف، أنا ترى اللي بعمله ده صح ولا اللي بعمله غلط؟ أنا يعني كل الناس دول بيضحكوا عليا، أو أنا يمكن شيطان، يمكن أنا مش فاهم، طب ما أروح أسأل حد في الدين. يعني ده في البدايات دي تبقى صعبة جدا، بس بقى مجرد ما يعني رجليك دخلت وبدأت تفكر يعني تصحي حتة الوعي العقلي عندك وتقول طب انا يعني طب فعلا طب انا هقرا دي، طب انا هدخل في المرجع ده هقرا الكتاب ده، طب انا اشوف ده قال ايه ومين عمل ايه. يوم بعد يوم وشهر بعد شهر كل ما تتعمق في معرفه الاديان كل ما تزداد بعدا عنها ورفضا ليها. هي الاديان كده، انت بتكتشف حقيقتها. الدين له وجهه جميله قوي لطيفه، يعني ما تقرا الوجه كده من بره انت تقول بص حاجه رائعه جدا، كلام محترم. لو انت بقى عايز تعرف الدين ده كويس سيبك من اليافطه دي وادخل جوه، ادخل جوه المحل، سيبك من اليافطه اللي بره دي وادخل جوه المحل،
هتشوف بقى العجب، هتشوف اول حاجه تصطدم بيها التناقض واللا انسانيه والحاجات الغير مبرره في الدين. يعني انا مش شايف مثلا يا جان النار، ليه اللي مش مؤمن لازم يخش النار ويتعذب لملايين السنين؟ انا مش لاقي لها، او مليارات السنين، انا مش لاقي لها حكمه معقوله في دماغي. طيب ويعني طب بقدر الجحيم ده والعذاب ده المفروض تكون يساويه قدر من التيقن. يعني انا لما الاله يعلم جيدا ان انا متيقن من وجوده وعذابه وجنته، فبقدر هذا اليقين بقدر العذاب. ده المنطق بيقول كده. طب ده ما فيش يقين خالص، يعني انا لا استطيع ابدا ان اتيقن من 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 الدين او من وجود الاله. لا ما فيش طريقه، مش طريقه خالص. انت مطلوب منك ان انت تطيع وتسمع بدون امعان العقل خالص. يعني ما تشغلش عقلك، احنا مش عايزين عقلك خالص النهارده، ريح عقلك شويه وخليك معانا انت، هو ده اللي الدين عاوزه منك. ف يعني طيب مساله يعني. طيب اشكرك اخوي يسري. على كل حال اخوي كفاح طلب منا نعمل حلقة عن المعشوقات، يعني تعدد المعشوقات. على كل حال أنا أرحب فيك أستاذ كفاح، وطبعا أنا أشرفني وجودك معنا دائما مهما كان نوع الحلقة، وأنا بتعرف أنا متضامن معك خصوصا بالموضوع هذا. على كل حال حبيبي جان، ممكن بس أنت بلغتني سلام من احمد حرقان. انا ببلغ احمد حرقان تحياتي وسلامي واشواقي وحبي الذي لم ينقطع ولن ينقطع ابدا لشخصه وافكاره. اشكرك يسري. على كل حال اصدقائي، يعني اتمنى منكم طرح اسئله حتى نقدر نجاوب ونفكر مع بعض سوا فيها، وطرح أفكار يعني نتناقش فيها. وأتمنى من أخوتنا المسلمين يكونوا عم بسمعوا، مثل ما قال أخونا يسري، ما بيكفي إنك تشوف الواجهة تبعت السوبر ماركت وتقرأ العنوان. ادخل إلى هذا المحل، ادخل في الدين، تعمق في دينك، لأنه أنت بصراحة لا تعرف دينك. يعني أغلب المسلمين اليوم، يعني لولا أغلب المسلمين لا يعرفون مسألة الرضاعة الكبير، يعني لولا أنه انطرحت بالإعلام وبالجرائد وبكل وسائل الإعلام انطرحت، ما حدا كان يعرف شو هي الرضاعة الكبير. مثلا مسألة النظافة، وروح شوف حديث عن محمد كيف كان يروح على التواليت، نحن بالمصطلح الحديث، ويرجع بدون ما يغسل إيده. يعني ويتكلمون عن النبي أنه هو كان قمة بالنظافة. أشياء كثيرة 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 بصراحة، الرحمة، الأخلاق العالية اللي المسلمين يقول أنه أشرف الخلق وأعلى أخلاق موجودة عند محمد. صح، هي كلها يعني مثل ما بقولوا عناوين عريضة بتبهر الإنسان، وللأسف الشديد المسلمين أخوتنا وأهالينا يدافعون عن هالعناوين هي بدون ما يدخلوا جواتها ويشوفوا ويفكروا فيها. أنا أتمنى من كل أخ مسلم ومسلمة يدخلوا ويشوفوا دينهم، يتعمقوا في دينهم. يعني أنا أدعوك أنك تتدين في دينك، روح افهم دينك، هذا ندعوك إليه. وأنا واثق بس تعمقت العقل راح يشتغل مثل ما يشتغل عند كل أصدقائنا وأحبابنا. طيب يسري، خلينا نروح على نقطة بصراحة كتير مهمة، كتير كتير مهمة، أنا طرحتها كتير مرات، هي أنه شعوبنا هي مبرمجة. يعني من إمام الجامع للكتب المدرسية للإعلام لكل هذا، مبرمجينه بشان يسيطروا على الإنسان هذا يعني بكل بشتى الوسائل الممكن. يعني يلا أي نظام، أي فكرة تمشي نظامه راح يتبناها. يعني ما هو شرط بس الدين، في أنظمة قومية، في أنظمة يعني شيوعية وكذا كذا كذا تتحكم بالناس، منها الفكرة الدينية واللي منتشرة حاليا. كيف نقدر نوصل لهالمسؤولين هدول،
هل مسؤولين هدول اللي عن المسؤول عن مثلا منهاج التعليم، المسؤول عن خلينا نقول تعيين وزير الأوقاف والبرامج وزارة الأوقاف والخطب اللي تطرح في الجوامع، كيف نصل لهالناس هي أصحاب القرار خلينا نقول، ونفهمهم أنه يعني اللي عم يسووا خطأ أصلا يعني إذا هن ما فهمانينه طبعا. هو اللي إحنا عندنا زي ما فيه في يعني في الموظف العربي معروف باليد المرتعشة، أيا كان حجم هذا الموظف ابتداء من رئيس الوزراء إلى أصغر موظف الدولة، لدرجة أنهم لو عملوا دورة مياه، لو بنوا دورة مياه في الشارع جديدة في ميدان عام مثلا، تلاقي يقولك إيه افتتاح دورة مياه أول حاجة بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات السيد رئيس الوزراء وإرشادات السيد اللواء المحافظ ورئيس مجلس المدينة والعمال والناس اللي معدية واللي رايحة والناس اللي نايمة، بناء على الناس دي كلها وتوجيهات الناس دي كلها. فهو خوف بقى، العملية عملية خوف. احنا ما عندناش حد مبتكر، احنا ما عندناش حد في بلادنا غير طبعا قليل، خاصة الناس اللي عايمة اللي نايمة في العسل دي يا جان. مفيش عارف ايه، مفيش روح الابداع، مفيش روح التطور، روح التغيير. الناس دي مش عاوزة تغيير. تغيير ازاي وهو هم متمسكين؟ يعني انت لو تشوف عدد يا راجل، انا لما بشوف صور لجامعات القاهرة وجامعات الاسكندرية وجامعات المنيا الصعيد مصر، اشوف صورة من 50 سنة وستين سنة مفيش واحدة محجبة، لابسين لبس على احدث موضة، احدث موضة، قصات الشعر على احدث موضة. تحس ان الناس كده في طريقها للعولمة، في طريقها انها تتقدم وتبقى مقبلة على العلم ومقبلة على الاخر، ويعني ناس في طريقها فعلا للحداثة. اللي حصل عندنا حصل ارتداد عكسي. الناس بعد ما كانت في الخمسينات والستينات عندها انفتاح وحتة الدين دي ما فيش فيها المغالاة قوي والسلفية الجهادية والسلفية المهلبية والدقون والجلاليب والنقاب، ما كانش في كلام ده خالص في مصر. حصل في خلال الخمسين سنة الأخيرة دي ارتداد، بدأ في يعني في نهاية الستينات أو في منتصف الستينات، بدأ يعني حسيسا خفيفا لطيفا وبدأ يزيد يزيد يزيد، فتح قوي في السبعينات لما جت البترو دولارات من الخليج ومن السعودية، وحبوا المصريين يغالوا في الدين، طلع بقى الجوامع معرفش مين والشيوخ مين والكاسيت اللي طلع يكره الناس ويحرم عليهم كل حاجة، بقت في يعني ايه ثورة دينية على الحداثة. يعني عارف المفروض الناس بتعمل العكس، الناس بتعمل ثورات عشان تتقدم، الناس عملت ثورة دينية عشان تأخر، عشان هجمة مرتدة هاي. بالظبط. فاللي حصل في الدول، ولذلك انت لما تشوف يعني انا كتبت بوست مرة بقول ايه، بقول انا ارى ان ما يحدث في الوطن العربي حاليا بالنسبة للأديان وسلطة الدين والتخلف هو ما كان يحدث في أوروبا من 500 سنة، وأكثر ما يحزنني أنني لن أستطيع أن أرى وطني العربي الذي أحبه، هذه حقيقة يعني لا أستطيع أن أنكرها، يعني يحدث فيه أو يتغير كما تغيرت أوروبا الآن، حكون أنا مت من مئات السنين. التغيير قادم بلا شك، ولكن قد يأتي بطيئا جدا يا جان، لأن الآلة الدينية، الآلة القمعية السلطوية الدكتاتورية آلة غليظة جدا وقوية جدا، عشان تنتزع الآلة دي تماما من عقول الناس ومن حاضر الناس ومجتمعاتهم،
حقيقي محتاج وقت طويل ومحتاج مجهود كبير جدا، والمجهود وإن كان ضعيف جدا دلوقتي إلا إن إحنا بادئين فيه وبنعمله، وحديثي أنا وإنت دلوقتي بيصب في هذا الموضوع. يعني ممكن شخص واحد، يعني أنا يكفيني شخص واحد يقعد يسمع كلامي ويفهم ولو جزء واحد من اللي أنا عاوز أقوله. أنا عاوز أقول يا جماعة وأكرر هذا مرارا وتكرارا، من فضلكم اقروا وشغلوا دماغكم. الحقيقة مفيش حد ممكن هيفكر لك غير عقلك، مفيش حد هينورك غير بصيرتك. اوعى تاخد ابدا اللي انت ورثته في مجتمعك كاشياء مسلم بيها وان هي دي الصحيحة وان ما عداها هو الغلط. ده تفكير منحط، تفكير غبي، تفكير متخلف. تفكير الصح هو ان انا ابقى مفتوح على العالم كله، على كل الثقافات، على كل المعلومات. يعني اخد الأشياء التي تتماشى وتتوافق مع عقلي السوي السليم ومع الفطرة الإنسانية. تفضل يا جان. أشكرك يسري، أشكرك. بصراحة أنا أختلف معك مسألة أنه السرعة أن ما راح تعيش حتى تشوف التغيير هذا. يعني هو بصراحة يعني المشكلة في الإرادة الدولية. يعني الإرادة الدولية إذا أرادت الشيء أن تكون فتقول له كن فيكون. يعني بصراحة يعني هي مسألة سياسات، مسألة سياسية أنا أعتبرها مسألة مصالح الرأسمالية اللي لا تشبع نهائيا، بدها فلوس فلوس فلوس. والمشكلة إنه هالأفكار الدينية تخدم أجندات أصحاب الأموال حتى يكتروا أموالهم بالزيادة. بس مهما كان أنا يعني مثل ما بقولوا أراهن على العقل الإنساني والتكنولوجيا هاي من اختراع العقل الإنساني. صحيح مثلا تستعملها الرأسمالية واستعملها كل الناس هي تستعملها، ولكن يبقى الإنسان هو صاحب التغيير. غير في الماضي والإنسان سيبقى وحضارة الإنسان ستبقى مهما كان شكل المتحكم. الإنسان ماضي نحو الحرية. وهنا أنا بدي أسألك سؤال بمسألة العقل الإنساني. أخوي يسري، أنت حبيت تحكي عن أهمية العقل في تقييم الأمور وتقييمها بشكل الصحيح. يا ريت حدثنا بهالموضوع هذا، تفضل. الحقيقة يعني لازم لما يعني يتعرض عليك، ده المنطق بيقول كده يا جان، لما يتعرض عليك مجموعة من القضايا أو حتى قضية واحدة ويقول لك إيه رأيك في الموضوع ده، أنت بتعمل إيه؟ بتشغل دماغك، تفكر في المسألة. لما الإنسان كان بيعيش في الكهوف أو حتى قبل ما يعمل ما يهتدي للكهف، كان بيتصارع مع الحيوان عشان يعني حبا في البقاء، عشان يفضل عايش. كان شكله إيه الإنسان؟ تغير، مش دي قضيتنا، إنما كان إيه الإنسان؟ كان كده، كان عايش بالضبط بيصارع الحيوان للبقاء. وبعدين الإنسان عقله بس فقط، لا دينه ولا عقيدته ولا بطيخته ولا أي حاجة خالص. عقله قال له لأ، أنا أدخل الكهف عشان وأعمل الباب من أخشاب اللي مش عارف إيه، بحيث إن الحيوان ما يخشش يأكلني بالليل. وبعدين قال طب ما أنا أقعد في مجموعات، علشان طب ما نعمل سور للمكان اللي إحنا عاملينه، طب ما نعمل باب، طب ما نعمل يعني. وبدأ الإنسان يطور يطور يطور. دلوقتي في أسور طايرة في الهواء، يعني بنشوف بعض الناس بيمتلكوا طائرات كالقصور طائرة في الهواء. مين يصدق الكلام ده؟ مين اللي عمل كده؟ العقل. فليه العقل أشغله في التكنولوجيا وأعمل بيه ما يعني ما ترك الحداد، ولكن لما أجي في الدين أروح واخده رميه في الشارع أو في صندوق الزبالة، وأنا داخل كده على الدين في صندوق زبالة كبير كده مكتوب عليه عقول بتفهم، فاتح الغطا كده وطلع عقلك رميه في الشارع. ذكر يسري مقولة الشيخ يعقوب حمار العمدة، يعني حقلك هو حمار العمدة، تعيفه برا ما تدخل على العمدة فيه. بالضبط كده، ما ينفعش تدخل على العمدة وانت راكب عقلك أبدا، ترمي عقلك في الشارع. الدين كذلك بيقول لك، يعني لما يقول لك الإله لا تسألوا عن أمور
إن تبدأ لكم تسؤكم. طب أنت مش تقول لي إيه هي الأمور دي، تقول لي مثلا لازم ما تسألوش عن كذا 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 عشان ده لو عرفت حقيقته هيزعلك، إنما تسيبها عايمة كده. طب ما ممكن أي واحد يقول لي لا أهو ده بقى من الأمور التي سوف تسيء لك يا حلو تكلمش فيها. طب هقول له لا، ممكن المجتمع لو الحكاية دي ماشية بقى المجتمع كله هيكفرني وبعدين يقتلوني في الآخر. الأديان ما بتحبش العقلاء، بتحب الناس برغم ان الأديان بتدعي زورا وكذبا انها يعني بتخاطب اصحاب العقول وتخاطب اولي الالباب. هذا كذب يعني محض كذب. ان انا لو شغلت ما هو المشكله بقى ايه، شغل عقلك وما تشغلوش، شغل عقلك في انك انت توسع لهذا الدين، تمكن من لهذا الدين يعني تتغالى وتغالي في الدين وفي احكامه. لكن اوعى تشغل عقلك في الدين نفسه، ممنوع. شغل عقلك في الدين نفسه يعني هتسال طب ليه ده ما جاش كده، طب ليه ده ما اتعملش. لا مش عايزين حد. العقل هو سيد الخيارات. لا تستطيع يا جان انك انت تحسم قضيه الا بعقلك. يمكن تستعين بنص ديكارت برغم انه كان الفيلسوف الفرنسي، برغم انه كان مؤمن. ديكارت ما كانش ملحد، كان مؤمن بوجود اله، وهو قال كده انا مؤمن بوجود اله، لان هو شاف ان هذا الكون غير كامل، وان لابد ان يصنعه كامل، والكامل ده يجب ان يكون الله. هو ديكارت قال كده. لكن هو قال برضو عن العقل انه هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس. العقل هو المحك، هو الفيصل. العقل هو اللي مخليني قاعد دلوقتي برتب الجمل في دماغي عشان أقولها، عايز أوصل فكرتي. العقل هو كل حاجة. أوعى تلغي عقلك، ولذلك لا تاخد بكلامي ولا بكلام جان ولا بكلام أي حد ولا بأي كاتب ولا بأي عالم ولا بأي فيلسوف. اقعد مع نفسك، ولما يطرح عليك امر ديانة مثلا، خد الاسلام، خد المسيحية، خد اليهودية، خد اي ديانة، وشوف الواحد اثنين ثلاثة التسلسل المنطقي للاحداث وللفكرة سليم يتماشى مع الانسانية والرحمة اللي جواك كفرد في بني البشر. لو يتماشى خده بلا كلام، اذا ارتاح له عقلك وفطرتك السليمة وانسانيتك فهو كلامه صحيح بلا شك. لكن لو انت مش هتفكر وبعدين هتمرر كده بقى تقول يا عم مشي حالك بقى ما نقعد نفكر كده، ممكن تتقبل اي حاجه. ممكن تروح تقتل يسري وتقتل جان وانت ممكن انك يعني تفعل شيء يرضي، سوف يبتهج الاله، هيقعد يرقص الاله بصفات كده عشان انت قتلت يسري وجان. لا انا وعدك الاله لن يرقص، الاله راح يجيب له حوريه ترقص له، يعني هو يسكر على رقصاتها. على كل حال يعني بصراحه انا يسري يعني، بس حابب انه شو بتقول لاهالينا انه لما بندعيهم للحداثه للتفكير بفكروا انه اعدائهم. يعني نحن لما بقول لك ملحد فورا يحلل دم الملحد، مباشر يحلل دم الملحد. يعني هل نحن أعداء أهالينا بقى؟ يعني نحن لما طلعنا وفكرنا هل نحن في نيتنا أنه يا أنت يا أهالينا أنتوا أعدائنا، أنتوا شيء غريب، أنتوا هل نحن يعني شفنا الحق ونرفضه مثلا؟ وهي دي نقطة بقى مهمة جدا، يعني برافو عليك يا جان أن أنت أثرت النقطة دي أو سألت السؤال ده. أنا بسأل نفسي كتير قوي ليه أنا شايف الأمور كده، وليه أخويا شايف الأمور عكسي تماما؟ ليه التباين في الرؤية ده؟ ليه؟ إيه السبب؟ يعني ليه وجهات نظرنا في شيء واحد مختلفة تماما؟ ليه هو مؤمن وبيروح يصلي في الجامع خمس أوقات وأنا يعني فكرة الإله دي لا تمضي في ذهني بتصديق خالص نهائي، لا يمكن عقلي يقبلها. ايه الفرق بين عقلي وعقله؟
ليه انا كده وليه هو كده؟ السؤال ده انا طرحته على كتير من الناس والحقيقه ما حدش اجاب عليه اجابه يعني شافيه وافيه يا جاب. في ناس يقول لك مثلا يقول لك اصل يعني هو عنده الوعي. طب انا عايز اعرف هو ليه الوعي عنده تعبان وليه الوعي عندي انا كويس؟ لو افترضنا ان مشكله وعي فواحد يقول لك لا اصل هو ايه ما شغلش دماغه. طب وليه ما شغلش دماغه؟ هرجع لنفس السؤال ليه انا كده وليه هو كده؟ مفيش اجابه يعني تشفي فضولك المعرفي. دي 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 نقطه. النقطه الثانيه زي ما انت سؤالك بقى الدين، نصوص الدين وتعليم الدين الاسلامي بالذات اللي هو اهلنا منه بيقول لك ايه اللي بيحرضك بشكل مباشر وغير مباشر على كراهيه الاخر. المؤمنين يا ايها المؤمنون، القران لما بيخاطب يقول لك يا ايها المؤمنون يا ايها المؤمنون. اذا في مؤمنون وفي غير مؤمنون. الغير مؤمنون دول يعني كافرون، يعني ظالمون، يعني مجرمون، يعني حيصلوا نارا ذات لهب، يعني هيقعدوا خالدين فيها ابدا، يعني كل بقى ايه الصفات الوحشه في الغير مؤمنون. فهو بيبقى عنده انطباع جواه كده فطري انه الشخص الغير مسلم شخص كريه، ما هو نجس، ما هو انما المشركون نجس. ف يعني تخيل انت قاعد جنب واحد كده وعارف انه هو مش مؤمن، فانت نجس يعني شويه شويه هتشم ريحه النجس، واخد بالك؟ ما هو من كتر ما انت يعني متعبي من جواك على ان المغاير لك في الدين شخص مش مظبوط. فتخيل بقى ايه ان في واحد منك وفجاه هرب طلع من الدين. فانت من وجهه نظرك ان ده شيطان، الجدع اللي طلع من الدين ده شيطان. ازاي طلع من الدين؟ ده الشيطان اتغلب عليه ومسح كل الايمان في قلبه وفي عقله، فلم يبقى منه غير الجانب الشرير اللي صدق بالالحاد. فهذا الشرير الملحد حتى لو اخوك يقول لك يعني انا بحبه بس ربنا يبعده عننا يا عم. طيب يسري هون شو رسالتك لأهالينا؟ يعني نقول لهم يا والله ثلاثة عظيم صدقونا ان احنا بدنا مصلحتكم، يعني شو كيف بدنا نوصل لهم رسالة انه يا اخي نحن بنحبكم، نحن فقط فكرنا بطريقة مختلفة، يعني فكرنا بطريقة مختلفة ونحن من اعدائكم وما بنريدكم شر يعني وما بننظر لكم على اساس انتم شر مطلق. يعني في أغنية لوردة اسمها إيه؟ بتقول اسمعوني، عارفها؟ اسمعوني واسمعوا خاطر عيوني. إحنا بنقول لكل الناس يعني قبل ما تحكموا على أي حد ناقشوا أفكاره، اسمعوا هو بيقول إيه؟ اسمعوا مش بودان الكاره الناكر الصاخط، لا اسمع شوية بودان اللي عاوز يفهم انا بقول ايه. اسمع انا بقول ايه، ناقشه يا اخي، ادخل بنفسك وشوف. انت تعرف انا قلت قبل كده يا جان ان انا دخلت الاسلام، يعني بدأت عملية البحث اللي قادتني للإلحاد في النهاية، دخلتها مدافعا عن الدين الاسلامي. سمعت سين او صاد من الناس مش فاكر ايه القصه يعني، بس كلام بيطعن في الاسلام، فدخلت عشان ارد. فعشان ارد لازم اتعلم، انا ما انا مش فقيه اسلامي، ما انا ما اعرفش حاجه، انا كنت مسلم يعني كده ايه حلواني زي ما بيقولوا. فلما عايز ارد بقى على الشخص اللي بيطعن في الاسلام ده، فيجب ان انا ابقى ملم اقرا يعني. فبدات اقرا في الموضوعات اللي انا عايز ارد فيها، فالموضوعات دي أخذتني إلى موضوعات أخرى، والموضوعات الأخرى أخذتني إلى أعماق في القراءة مختلفة. فقعدت
فتحت بقى كل المواقع اللي بتقول ان الاسلام ظالم، ان الاسلام، ان فكرة الله، تطرقت الى كل الافكار، قريت كل الديانات، ووصلت في النهاية الى انه كل ما يقال عن الله والدين مجرد كلام، لا يستطيع شخص واحد ان يأتي بدليل عقلي مادي واحد على صحة ما يقول، على اي دعاء في الادعاء دي. وإن أنا لو عشت حياتي كإنسان أمد إيد المساعدة لكل يعني محتاج، وكنت شخص يعني محب للبشر، ساعد الناس، بعمل كل شيء حلو، وممكن يبقى لي بعض الأخطاء لأن ما فيش حد بدون أخطاء، لكن في المجمل أنا شخص خير. لو أنا حاولت إن أنا بقى شخص خير ومت وكان في إله اللي هو بتاع الأديان ده وعاقبني ووداني النار، يبقى أنا ضحية إله ظالم، فما ما مش هقدر أعمل حاجة. زي مثلا ما السيسي دلوقتي واخد الإخوان عاطل مع باطل ورميهم في السجن، أو ده قمة الظلم، ده ظلم. لو ما طلعش في آلهة فأنا أنا أنا تمام. يعني اصل انت الاله ده، الاله اللي انت تبقى شخص خير وبعدين ياخدك يرميك في النار لمليارات السنين، ده مختل، ده اله قطعا مختل. كل ده لان انت ما قلتش لا اله الا الله محمد. طب اقول يعني اشهد على ما لا ارى او ما لا استطيع ان ارى ازاي؟ انا لما اقول اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، طب وانا شفت كل الالهه، وانا يعني انا فتشت في الكون كله عشان اقول اه انا بلفت بقى الكون كله ده من اوله لاخره، فقعدت ادور بقيتش غير الاله ده، فهو انا اشهد ان هو ده الاله الوحيد. يسري مع انه في ناس يعني لم يعرفوا شيء غير الاسلام، يعني ما سمعوا حتى بشيء غير الاسلام. في كثير ناس عبر العصور هاي ما بيعرفوا شيء غير الاسلام، فيشهد ان لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا على شو عم تشهد؟ يعني أنت لا شهدت محمد، لا شفت محمد، على ماذا تشهد؟ ما هو يا الكلام كله كلام باطل، الفكرة كلها باطلة. واحد بيقول لك اشهد أنه لا إله إلا هذا الإله. طب أنا يا جماعة بالمنطق كده، أنت يعني أنا هسألك سؤال، أنت واحد ما جيتش إنجلترا خالص يا جان، خالص عمرك ما جيت إنجلترا، وقابلتك أنا في تونس فقلت لك انا عايزك تمضي هنا ان انا المصري الوحيد اللي في انجلترا، طب ينفع؟ هتقول لي يا عم الحاج امضي على ايه؟ انا عمري ما رحت اصلا انجلترا ولا شفتها. الانسان اللي هيشهد ان هذا الاله هو الاله الوحيد، يعني اشهد على انه الاله الوحيد فين؟ في شبرا ولا الاله الوحيد في مكه ولا الاله الوحيد فين؟ يعني الاله الوحيد فين حته؟ ما هو انا عشان اشهد ان هذا هو الاله الوحيد هي حته بقى وخلاص. على كل حال انا اشكرك، اتفضل اذا في عندك اي مداخله. لا لا خلاص انا بس كنت يعني كنت عايز اقول يعني بالاضافه الى ايه، اشهد ان محمد رسول الله. طب انا اعرف ازاي؟ انا اللي مولود دلوقتي في 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 الستينات من القرن الماضي، ازاي اعرف انه إن محمد كان رسول الله؟ إزاي أشهد على حدث حصل من 1500 سنة ما علوش دليل واحد؟ ده في فيديو بيوريني عملية الرسالة لما نزلت، ولا في دوكيومنت جاية من موثقة من الأمم المتحدة، مش حاجة خالص. طب أشهد عليه؟ يعني أنت بتقول لي أشهد بحاجتين وما بتدينيش دليل، ولو ما شهدتش هتروح النار إلى أبد الأبدين. طب ده منطق يعني ولا إيه؟ فضل يا جاه. أشكرك أخوي يسري وأشكر أصدقائنا على المتابعة. يعني وصلنا لنهاية الحلقة، وأتمنى من أصدقائنا المسلمين خصوصا إنه بس يشغلوا الطاسة اللي بقوله، أو الجمجمة عندكم بالمصري بتقولوا فرفش الجمجمة بقى. يعني أتمنى من الأصدقاء إنه يفكروا بالموضوع. يا أخي أنت متدين على عيني ورأسي، ابحث في دينك، ليش نحن رفضنا هذا الدين؟ والأسئلة اللي طرحناها يا ريت تجاوبوا عليها بعقلانية بدليل وبرهان، وهذا أهم الشيء هو الدليل والبرهان، يعني لأنه العقل لا يقبل غير الدليل والبرهان
الملموس العقلي وليس أمنيات وعواطف. يعني جاني حبيبي وهو القرآن نفسه قال كده، هو قال كده لما قال هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بالضبط بالضبط. يعني اليوم بجيك واحد بقول لك طيب عطيني دليل انه ما في الله. طب لك انا لا ادعي شيء، انت اللي تدعي انه في اله، والبينة على المدعي. يعني انت تدعي في اله، عطيني البينة، عطيني الدليل العلمي انه في اله، عطيني الدليل العقلاني انه في اله. هيقول لك جان، هيقول لك بص للابل كيف خلقت، وبص لكتافك كيف سطحت، وبص لمناخيرك كيف هيقول لك كلام فارغ، هيقول لك يجيب لك ادله هبله وعبيطه لا تنطلي الا على السذج. انا لما بقول لك اديني دليل على وجود هذا المج، انت بتقول لي في مج معايا. طب انا بقول لك اديني دليل. ايه دليل؟ ينفع تجيب لي ورقه كده مكتوب عليها مج وتقول لي اتفضل اهو جبت لك ورقه مكتوب عليها مج؟ ده مج فيه مج ولا ما فيش مج؟ لا، هات لي دليل، قول لي المج اهو اتفضل، اقول اعمل كده، اقول فعلا دليل قاطع. في حد بيطلب دليل على وجود الشمس يا جان؟ اكيد لا، اكيد لا. طب وينفع ان انا ما اطلبش دليل على وجود مخلوق واعجز في الحصول على دليل على دليل الخالق؟ بالضبط. للاسف الشديد هي بس بدها عقول تشتغل، وانا اتمنى من اهالينا يشغلوا عقولهم، وهذا الرهان الكبير انه العقل يشتغل. اخوي يسري، كلمه اخيره بتحب تقولها بالحلقه؟ تفضل. لا الحقيقه ما عنديش حاجه اقولها، انا بس بطلب دايما من كل الناس، يعني اللي هو حابب يعرف الحقيقه، اللي الامور يعني مختلطه عليه، اللي الرؤيه مشوشه عنده، من فضلك اسمعش كلام حد، ادخل واقرا، شغل دماغك، اوعى تمشي بدماغ حد، لانه في النهايه انت يجب انك احترامك لعقلك واحترامك لنفسك واحترامك لادميتك. اوعى ابدا حد يضحك عليك ويقول لك ان عقل الانسان قاصر، عقل الانسان ناقص، عقل الانسان لا يستطيع. عقل الانسان يستطيع كل شيء، احنا ما وصلناش لاي حاجه، كل اللي وصلنا له ده عن طريق العقل. فيعني تحية للعقل والعقلاء واللي بيفكروا واللي عندهم الشجاعة انهم يسألوا، واللي عندهم الشجاعة انهم يقروا ويدخلوا، واللي عنده بقى يعني المثال الافضل اللي عنده الشجاعة انه يقول لا، انا لن اقبل هذا الزيف، انا لن اقبل هذا الباطل، انا لن اقبل هذا الهراء، انا لن اقبل هذا الوهم. اللي عنده بقى شجاعة يقول كده هو ده اللي له تحية مني كبيرة جدا. وفي النهاية تحياتي لكل الأصدقاء اللي بيسمعوني، وشكرا ليك حبيبي جان، شكرا جزيلا يعني. وشكرا لك أخوي يسري وعلى الوقت الرائع اللي عطتنا إياه، وأشكركم أصدقائي، وأشوفكم طبعا بكرة في حلقة أخرى من برنامج اجهر الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. أتمنى من الأصدقاء مثل ما قلت، خصوصا أهلينا المسلمين، يشغلوا عقولهم، وأتمنى من أصدقائنا الملحدين، الأصدقاء اللي يسمون أصدقاء، أنه يساعدونا في نشر القناة ونشر رابط الحلقة حتى نصل لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء ومن أهالينا المسلمين، وندعوهم للتفكير، لأنه يعني الزمن لن يتوقف عند القرون الوسطى، والزمن راح يتم ماشي في مسيرته، وهمنا الوحيد أنه نخفف من الثمن الباهظ اللي عم ندفعه وتدفع بلادنا المنكوبة للأسف الشديد، وأهالينا المشردين في غياهب المخيمات وفي غياهب السجون وفي غياهب الغربة للأسف الشديد. أتمنى من أصدقائي ساعدونا حتى نوصل كلمتنا لأهالينا. أشكركم أصدقائي، وأشوفكم بكرة. إلى اللقاء.